بنعتذر عن النت اللي بيفصل، تمام. نكمل فيديو تاني. قلنا ان السوليد كيب زير شيب، يعني ايه؟ يعني بيفضلوا بشكلهم، صح؟ الحاجات الصلبة بتفضل بشكلها. انا لو خدت قلم مثلا، مش القلم ده سوليد مثلا، او خدت خاتم مثلا، تمام. انا الخاتم ده حطيته هنا، حطيته هنا، حطيته هنا، حطيته هنا، حطيته هنا، كلهم ايه؟ ها، كلهم بيبقوا نفس الايه، الشكل. هل انا لما احط الخاتم من الطبق للكوبايه لكده، هل شكل الخاتم هيتغير؟ لا. يبقى solid keep their shape. يبقى ميس، نعم. هو ميس، مش ممكن السوليد ده يتحول لليكويد ممكن، بس انا بتكلم على السوليد دلوقتي زي ما هو، يعني انا لو في بتكلم عليه درجة زي ما حرارة هو. عالية؟ لا ده بس احنا بنتكلم في الطبيعي، احنا ده كل كلامنا دلوقتي في الطبيعي يا شباب، تمام. طيب ماشي. طيب يعني ايه هات لك بارتكلز؟ بارتيكلز، يعني جزيئات يا ابرار. انت ما ذاكرتيش ليه يا ابرار الفيديو اللي فات يا ابرار؟ تطلعي فجأة كده يا ابرار، انت مش بتذاكري يا ابرار. ماشي، يلا يا شباب، ماشي ما حدش يفتح المايك يا رونا وابرار، ما تاذنوكوا، ما تفتحوش المايك غير ما تستاذنوا. وانس لو عايز حاجه اقول، لو مش عايز حاجه نازل ايدي. طيب when they vibrate، لما البارتكلز دي، مش قلنا ان هي بتتهز؟ تمام، صح، زي ما شفنا الفيديوز اللي فاتت، مظبوط ولا ايه؟ ها اهو، تعالوا نشوف الفيديوز اللي فاتت اهي. كنا احنا ايه؟ ايه ده؟ لا مش ده خالص. تمام، طيب لحظة واحدة اجيب لكم الفيديو اللي فات، انا مش شايفة ايه المكتوب، بسم الله. طيب نكتب particle، اهو particle، تمام. نجي نشوف ال particles نفسها اهي، يعني اهي. سنسوداين بيخفف ألم حساسية الأسنان. أنا بنصح بسنسوداين عشان دايما بيجي بنتي. الشاشة بتظهر اهي. حضرتك يا ميس، اهو بص، البارتكلز الجزيئات بتاعت السوليدز اهي. بص بتعمل ايه؟ تحرك في مكانها، صح؟ مش عندها انرجي قوي. ف when they vibrate or move around their place، يعني هي بتعمل كأنها بتلف دواير وبتتهز، تمام. These particles are held together، ماسكين في بعض. So each particle، كل particle cannot move separately from one place to another. مفيش واحدة ينفع تقول ايه، مفيش واحدة ينفع تقول انا همشي لوحدي، مش زي المية هي، تمام. ممكن تلاقي نقطة مية طارت، لا، تلاقي دايما الكرسي كله على بعضه، صح، الخاتم كله على بعضه، صح، مش تلاقي فجأة الحاجة عمالة تفصفص منك، لا. يبقى ال particles بتاعتهم vibrate or move around their place، تمام. وال particles دول are held together، يعني ايه held together؟ ماسكين في بعض. يبقى يعني ايه held together؟ اكتبها، ماسكين في بعض. So each particle cannot move separately from one place to another. كل particle ما تقدرش تسيب اختها ايه وتنفصل عنها وتروح مكان تاني، تمام. طيب ايه كمان، ايه كمان؟ هل بيتزحلقوا فوق بعض ولا بتعمل كده؟ لا، they cannot slide over each other، ما ينفعش الاتنين يتزحلقوا فوق بعض، تمام. قولي انس. هو سؤالي على الجزء اللي كان فوق بتاع ان كل حاجة ليها البارتكلز بتاعتها. يعني انا ايه دلوقتي ايه السؤال؟ الفرق هو يا انس؟ بص البارتكلز، اقول لك حاجه، البارتكلز بتاعت الجولد مثلا دي مختلفه خالص عن الايرون. انا فاكره سؤالك، تمام. هل انا دلوقتي ببيع لك الحديد على ان هو ذهب؟ ايه الفرق بين ده وده؟ البارتكلز مثلا بتاعت الذهب ما بتصديش عكس الايرون، تمام. كلهم ميتالز، كلهم معادن، كلنا بني ادمين، صح، بس احنا ده مختلف عن ده مختلف عن ده مختلف عن ده. كل الحاجات اللي باكلها دي اكل، بس ده مختلف عن ده مختلف عن ده مختلف عن ده، صح؟ صح. فهمت كده؟
ايوه هي فهمت. حتى ان البارتكلز بتاعت الووتر، يعني اقول لك حاجه من الاخر يا انس، مثلا الجولد بيبقى متكون من حاجه اسمها اتومز اسمها اي يو، دي الجولد. الايرون اف اي، ده عامل زي ايه؟ الاكسجين او، الكربون دايوكسيد سي او 2. الحاجات ده غير ده غير ده غير ده، الحاجات دي هتاخدها بعد كده في الكيمستري لما تكبر، فاهم؟ فدي حاجات مختلفه. قولي يا رونا. ايوه هو انا مش فاهمه اللي هي هما الفرق، هو ازاي السوليد، يعني مش فاهمه، يعني هو لو انت جولد سمعتي الدرس اللي فات يا رونا تاني ولا ما سمعتيش؟ عملها، رونا سمعتي الدرس لا اللي لا فات ولا ما لا؟ كنتش موجود، ما هي دي مشكلة ما بقى كنتش للأسف، فاهمه. دي للأسف، لأن ده معتمد على اللي قبليه، فاهماني؟ فانت حاولي طيب تجمعي مني كده كلام دلوقتي، وبعد كده بسمعي الدرسين اللي قبليه تستعيني قوي، تمام؟ قولي يا يوسف. ايه انت قلتي مثلا توكيزر يعني ماسكين في بعض، ايه هيلد توجذر ماسكين في بعض. اه برافو، ممكن ايه حضرتك تعيدي بس الحتة اللي تحت؟ حاضر. قلنا ان السوليد كده بيحافظ على شكله، البارتيكلز بتاعته لازقه في بعض بيحافظ على شكله، وبتتحرك بتعمل فايبريت كده. هم اي بارتيكل قلنا انها بتتحرك، بتاعت السوليد شفنا شكلها عامل ازاي، كانها ايه بتفايبريت، صح؟ صح كده، او كانها بتلف حوالين نفسها، كانها دايره بتلف حوالين نفسها بس لفات سريعه كده، ايه ها في مكانها، تمام؟ طيب يبقى هي زي vibrate or move around their places، ال particles ساعتها are held together ماسكين في بعض، so each particle cannot move separately from one place to another، مفيش واحدة تسيب ايه التانية، وان هما cannot slide over each other. يعني ايه؟ ما ينفعش ال particle مثلا كلهم كانوا كده 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 بس كده، هما ما ليه ينفعش، بيتهزوا في وهم في مكانهم؟ علشان هو ماسكين في بعض، عشان لو السوليد ما كانوش ماسكين في بعض كده ما كانتش تبقى سوليد. ما احنا لسه بقى هنشوف الفرق من اللي جاي. طب تعال نشوف الليكويد، تعال نشوف الليكويد. البارتكلز بتاعت الليكويد ار هيلد توجذر بس ماسكين في بعض، بس مش قوي خالص، مور لوزلي ذان بارتكلز اوف ايه اوف سوليد. يعني الميه ماسكه نفسها شويه، صح؟ بس في نفس الوقت تتحرك ايه، ها بتتحركوا فوق بعض عادي، انت تقدر تسوق الميه فشت فشت، تلاقي ايه الميه عماله، سامعني؟ يا الله صوت بيقطع ولا تمام؟ لا ده كتمان. تمام. طيب ال particles بتاعت ال liquid are held together ماسكين في بعض more loosely than particles of solid، ماسكين في بعض اه، لان الميه ماسكه في بعضها اهي، مش كل واحده لوحدها، صح؟ بس loosely يعني ايه؟ لوز يعني عارف الحاجه في فضفاض، يقول لك بلبس لبس فضفاض، عارفين الكلمه دي؟ فضفاض اللي هو واسع، ماسكه بعض. يعني انا مثلا انا وانت ماسكين في ايدين بعض قوي 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 قوي، بس ايه انا ماسكه، انا ماسكه ايه يعني، في اتنين ماسكين في ايد بعض جامد قوي 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 قوي، او حاضنين بعض قوي 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 قوي، بارتكلز كده قوي، وفي ده ماسك صباع ده بذمتك، مين ماسك بعض قوي، ومين مين مش ماسكين بعض قوي؟ اللي ايه، ها اللي حاضنين بعض قوي، صح؟ اللي حاضنين بعض قوي دول السوليد، السؤال مسكين بعد قوي يعني السوليد هو تمام. لكن البارتكلز اللي ماسكه بعض هيلد توجذر مور لوزلي ذان، يعني ايه؟ يعني ماسكين بعض ايه بطريقه بعيده شويه، مش عارفين في سنين كلمه لوزلي يعني ايه، استنى اجيبها لكم. انا افهم لكم المعنى، بس ترجمه حرفيه اقولها لكم، ثواني ثواني. هي بشكل فضفاض، والله نفس الكلام، يعني ايه؟ يعني مش ماسكين في بعض بس مسيبين الدنيا، فاهم حاجه؟ يعني انا مثلا اقول لك حاجه، عارف اللي كان ايه، كان السوليد رابطين بعض بايه، بحديد، الاتنين ماسكين في بعض رابطين بعض كده جامد، اما انا عارف هربطك بخيط، خيط خفيف كده، فانا ماسكاك بس ايه بشكل خفيف خالص كده، فاهم قصدي؟ يبقى ال particles بتاعت ال solid are held together more loosely than
particles of ايه؟ of solid. تمام، يعني بشكل لوز. يعني ايه لوز؟ عارفين البنات مثلا بيعملوا طرحه اسمها لوز، الطرحه ما تلاقيش لفه على وشها قوي كده، لا مفضفضاها كده. تمام، طبعا ده مش صح. تمام خلاص، يبقى ايه؟ more loosely than particles of ايه؟ of solid. واضحه كده؟ بس انا عندي سؤال، قولي يا ياسين. هو الحاجات الناعمة دي تبقى سوليد؟ الحاجات، لا مش علاقة. ايه نعم، مش فاهمة قصدك يا ياسين. يعني مثلا الطرحة دي ناعمة، هي كده سوليد؟ بصي يا ياسين، سوليد يعني حاجة ماسكة نفسها ايا كانت. ما الطرحة سوليد، هي الطرحة زي المية، هي الطرحة مية بتتشرب، ينفع دي سائل المية، دي سائل الطرحة؟ لا. تمام، طب والزبادي ده ايه؟ طيب مين؟ الزبادي سوليد، جزء منه سوليد وجزء منه ليكويد. مس، هو الصلصال او السلايم solid ولا liquid؟ في حاجات بتبقى سيمي سوليد، يعني ايه؟ يعني ايه؟ بس ليكويد يعني سايله خالص. بس في حاجات بتبقى نص نص، بس انت مش عليك النص نص دلوقتي، يخرب بيت اسئلتك. يلا يبقى، يلا يبقى ال particles بتاعت ال solid ماسكين together more loosely than particles of solid. And this leads to ايه؟ دي بتؤدي الى ايه؟ they move faster than solid. قلنا بتتحرك اكتر منها، صح؟ بتتحرك، كان عندها energy اكتر. طيب they can slide over each other، يقدروا يطلعوا فوق بعض. زي ايه؟ يكون ميه، الميه ممكن ارميها تتفرد، لو حطيتها في ازازه تبقى كلهم مكبسين فوق بعض، صح كده؟ يبقى they can slide over each is over each other. So they take the shape of container، عشان كده بتاخد شكل الكونتينر، صح؟ يعني انا معايا اهي، انا معايا particles بتاعت الميه اهي، لو انا حطيتهم في ازازه صغيره كده مثلا، مش كلهم هيبقوا فوق بعض، صح؟ طب لو انا رميتهم على الارض، مش كلهم هيبعدوا عن بعض كده، صح؟ يبقى بيقدروا ان هما برضو يطلعوا فوق بعض، ويقدروا، لا صح؟ يبقى they can slide over each other. اما السوليد لا، حطه شكله يفضل زي ما هو. تمام، طيب واضحه يا شباب الليكويد؟ واضحه ولا في اه يا مشكله؟ ميس، لا واضحة تمام، طيب واضحة يا ميس، تمام. بس ينفع تعيدها تاني؟ اخر مره هعيدها، او هقول السوليد بعد كده ايه، بعد كده اقول الجاز، بعد كده نقول الليكويد. الجاز بقى are not held together، مش ماسكين في بعض اصلا. طب الليكويد؟ لا، كانوا ماسكين في بعض شويه، مش قوي، مش زي السوليد. السوليد لا، كانوا ماسكين في بعض جامد. طيب هيلد يعني ايه؟ هيلد، هيلد يعني ما احنا قلنا ياسين held together يعني ماسكين في بعض، held يعني يمسك. البسط او ايه يعني، عندنا كلمة hold، البسط بتاعها held، البسط participle بتاعها held برضه. تمام، طيب يبقى ال particles of gas are not held together. تمام، الجاز مش ماسك في بعض اصلا، اما ال liquid وال solid ماسكين في بعض. طب مين ماسك في بعض اكتر؟ ال solid. تمام، يبقى مين اخف؟ الليكويد. مين مش ماسك خالص؟ الجاز. طيب قلنا السوليد في حركته، الموفمنت بتاعته، ها كان بي ايه؟ فايبريت كده او بيتحرك في مكانه. الليكويد لا، كان موف فاستر ذان سوليد، بيتحركوا اسرع. طب الجاز ده فيري كويكلي ان اول دايركشن، في كل الاتجاهات، كده 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 اهو. تمام، في كل الايه، ها الاتجاهات. تمام، طيب حلو قوي. يبقى معنى كده زي كان سبريد، يعني ايه سبريد؟ تنتشر. اب تو فيل اب اني كونتينر، بينتشر في كل حته في الكونتينر. يعني مثلا لو دلقت الميه يا دوب تبقى في الحته اللي تحت دي بقى، زي ما انا ارش ريحه في الاوضه والاقيها انتشرت في الاوضه كلها. واضحه؟ تمام، اوكي طب خلاص. البنجو اللي بتاع بتتحرك فيه، ايه البارتيكل particles؟ بتتحرك، البنجو ايه يا بابا؟ ال particles مالها يا ادم؟
قول بينجو. بينجوين. ايه بتقول بينجوين بينجو؟ بينج ايه؟ بينجو دي بينجو صلصال بينجو. ده سمي سوليد يا آدم. قولي يا يوسف. صلصال يا مس، نوع صلصال. تمام. قولي يا يوسف، عندك سؤال؟ قولي لا أنا، استنى، عندك نسيت سؤال؟ الفلوتر. هو ازاي الخيط بيبقى سوليد مع انه بيتني عادي؟ لأ مش يا حبيبي، ما هو مش هو جاهز يا أنس؟ هو جاهز؟ لأ صح؟ ما ايه عادي يا حبيبي، مش ما معنى صالد ماشي، بس أنا ما ما غيرتش فيه. أنا أقولك في، ما هو يا حبيبي عادي، انا ممكن مثلا ممكن امسك ما انا بمسك الحديد واوقات بتنيه والكلام ده كله، بس هو كخيط كده مش سايباه، هيحصل في حاجه، في خصائص للسوليد والليكويد والجاز، فاهم قصدي؟ ده سوليد يا حبيبي، حاجه صلبه كده، حاجه ماسكه نفسها، مش ما عادي ممكن ماشي. اتنيها، بس هي مش بس انا اسيبها كده تتني لوحدها؟ لا. واليمود؟ طيب طب حضرتك اللي بان هيكون سولد ولا سولد ولا سيمي سوليد، مش مهم، خلاص سيبكم الكلام ده، ما دام حاجه انت مش لاقيها زي الميه ولا حاجه جاهز تبقى سوليد، خلاص. سوليد بقى في خصائص السوليد اللي هناخدها بعدين، تمام. طيب يلا في الشات بسرعه. ها، put right or wrong. particles of solid can move freely from one place to another. اجزاء السوليد ينفع تتحرك براحتها من مكان للتاني. برافو يا بتقول. ها، برافو يا مودي، برافو يا انس، ها، برافو يا لوجي. فين الباقي؟ برافو يا ياسين، احمد حسام وعمر. ركزي يا بيسان، اه بجد ركز. برافو يا زهرة، برافو يا يوسف. يعني دلوقتي البارتيكلز بتاعت السوليد بتتحرك براحتها كده، اكيد غلط. نمبر 2. مس، ياه، نعم يا مهند، ولما انا مس اجي ابعت في الشات مش هقدر ابعت، ليه؟ وانا او برضه بص، هقول لكم حاجه، اوقات النت عشان عندي انا بيبقى انا وحش، كمان النت عشان عندي انا بيكون مش حلو، فاوقات بيقفل عليكم الشات، تمام؟ فانتوا عادي، تمام. ليه هسه؟ علشان لما حضرتك خرجتي كان في هوست تاني، فهو المفروض ان هم يبعتوا له هو. لا، هو لما يعني حضرتك يوسف دخلت بعد الحاجة اهو. في بوست تاني، تمام. لا، تمام، انا مخليه الحاجه ليا انا اهو اهو. الشات مش مقفول عندي. طب كده يا كده يا اسم ايه، يا مهند مفتوح. ها، طيب الو مدير، ولا انا بعتولك لك يا مس؟ صح، مفتوح تمام عندي. بالرياكشن يا مس، ما نعمل تمام بالحركات. طب خلاص، يلا. طيب اعملوا بالحركات صح. نمبر 2، liquid particles move faster than solid، صح ولا غلط؟ ها، برافو، برافو يا احمد، ها، برافو يا مودي، برافو يا لوجي، برافو يا ياسين، انس، يا انس ليه كده؟ اكيد الليكويد بتتحرك اسرع من السوليد، صح؟ تمام. يبقى اللينك هيقفل، هبعت لكم لينك تاني، اللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 010-299-19-557. شكرا جدا ليكم يا شباب، تقدروا تبعتوا لي على الواتساب عشان ادخلكم جروبات الماس والساينس والاي سي تي، و وايه بقى و اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا جدا، باي باي، هبعت لكم لينك تاني.